كل الحكاية إني زي زيك، شاب عادي طبيعي جدا، كان مكافح، كان بيشتغل، بيعرف يجيب القرش إزاي، لحد ما ربنا رزقه بابن الناس الكويسين اللي دلوا على اللعبة دي. تمام، دخل يجرب حظه يا باشا، ومفكر نفسه إنه خلاص كده معاه قرشين عملهم من الحلال، ودخل يلعب بيهم يخليهم 1,500,000. طبعا حضرتك هتقول لي مليون انت مجنون. ايوه يا باشا مليون، لان انا اللي خسرته ماشي مقرب من المبلغ ده مش اكتر، يعني زي ما انت خسرت كتير، زي ما انت خسرته لسه بتخسر. كل القصة انا داخل ب 2000 جنيه، عايز اطلعهم باربعة بتلاتة بس. تمام، زي ما كنا بنكسب في الاول، زي ما كنا بناخد في الاول مكاسب لما كنا لسه بندخل جداد. تمام، دخلت بلعب طبيعي، مفيش اي مشكلة، من غير طمع ولا غير اي حاجة. اتفرج يا باشا، ايه المشكلة؟ 2000 جنيه، ممكن على امل، انا داخل على امل ان انا اكسب 4000 جنيه. مش هكسب والله، اعوض جزء من اللي انا خسرته جزء. تمام، لازم تعرف وتتأكد ان الالعاب دي مش بترحم حد، مش بترحم حد يا صاحبي. لو مفكر نفسك ان انت هتسيب شغلك وتجيب فلوس حضرتك اللي انت اشتغلت وتعبت بيها وتدخل تلعب بيها هنا وتعمل راس مال وتبقى راجل من رجال الاعمال، احب اقول لك ما تكملش، ما تكملش يا صاحبي. انا اخوك وبنصحك تجربة، والله العظيم ما تكمل، هتخسر، هتخسر حاجات كتير. اولها تدمير نفسك، اولها ان انت تبقى ماشي مدمر، مش هتعرف تشتغل. تمام يا صاحبي، مش هتعرف تركز في اي حاجة نهائي، كل تفكيرك هيبقى في اللعب. تعرف لو حبيت تشتغل زي ما كنت بتشتغل ب 200 جنيه و 100 جنيه، هتقول يا عم ده انا كنت بخسرهم في لعبة، 200 جنيه اطلع اشتغل بيهم. وفي الحال ده هتقعد في بيتك ولا هتشتغل ولا هتجيب فلوس وهتخسر كل مالك. ده الهدف من الالعاب دي، انها تدميرك انت كمواطن. واي دولة منتشرة فيها الالعاب دي اعرف انك فريسة، انت فريسة، لو ما دافعتش عن نفسك هتموت، صدقني هتموت. هتقول لي فريسة ازاي يا عم الكلامانجي؟ هقول لك يا باشا انت كده متباع من الناس التقيلة من فوق. متباع ازاي؟ فاهمها لي يعني. انا بقول لك ان المواقع دي لما تدخل بلدك، سواء اي بلد موجودة فيها المواقع دي، بتبقى موافق عليها من هيئات كتيرة يا باشا، من الهيئات المالية والدنيا دي. تمام، كل القصة ان انت متباع، مفيش حاجة، الناس دي بتاخد نسبة مش اكتر، نسبة من خسارتك. كل واحد ليه لقمة عيش في فلوسك دي بياخدها. تمام يا سيدي، كل القصة ان انت بتدخل، لا انا مجنون ولا مهووس، ولا انا انسان طبيعي، كل هدفي ان انا ادخل اكسب زي الناس ما تكسب، زي ما كنت بشوف في الفيديوهات. لكن لما دخلت وشفت الحقيقة يا صاحبي، غير كده خالص، والله غير كده خالص، كله خسارة خسارة خسارة، مفيش حاجة اسمها مكسب في مواقع الرهانات دي، كله خسارة يا باشا. ما تصدقش اللعبة، لو اديتك لو اديتك ولا تديتك بتبقى واخدة منك أضعاف. والناس اللي بتقول لك امشي على طريقة معينة واعمل سيستم يومي ليك، أنا أقول لك أنا مشيت على كل الطرق يا باشا، كل الطرق مشيت عليها. هقول لك إزاي. أنا كنت مثلا بدخل، أنا دلوقتي معايا 2000 جنيه، بدخل العب ب 500، كسبت عليهم 300 جنيه بس، كنت باخدهم واخرج واخش شركة تانية. تمام، على الحال ده لحد مثلا اكسب 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، وخلاص كده اليوم ده خلص. باجي تاني يوم اللعبة بتخزن لي يا باشا، والله العظيم اللعبة بتخزن، اللعبة اللي انت تدخل تكسب منها، الشركة اللي انت تكسب منها، تخش تاني يوم اول ما تخش ما بتشوفش ريحة المكسب نهائي، مفيش حاجة اسمها تكسب تاني، خلاص بتنزل عليك كده رخ 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 رخ، واخد بالك انت من كلمة رخ دي؟ تنزل عليك كده ورور، انسى يا صاحبي، تلاقي نفسك ايه؟ لا يا باشا لازم اعوض اللي انا خسرته، لازم اخش اعوض اللي انا خسرته. دلوقتي انا ماشي على سيستم معين، كل يوم تخش تشحن باللي انت كسبته كله اول واول، وتلاقي نفسك خسرت كله وعاوز تجيب تاني من راس مالك وتشحن بيه، وتخش تخسر وتشحن بيه وتخش تخسر. تمام يا زميلي، مفيش حاجة اسمها طريقة، وانك تعمل ليميت يوم لفلوس، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. هنا الالعاب دي مربوطة بالشيطان النفسي، الشيطان النفسي ده اهم حاجة. وعندك نقطتين، الشيطان النفسي والطمع،
دول موجودين فيك تمام، او هم موجودين في اي واحد بيلعب ولا العاب دي. اي انسان خلقه ربنا دخل الالعاب دي هتلاقي عنده تدمير نفسي، مش عارف يركز في اي حاجه خالص، لا في شغل ولا في اكل ولا في شرب ولا في دراسه، لا مؤاخذه بالكلمه، لو متجوز مش هتعرف تركز برضه تمام. في كمان يعني ملحوظه كده من شاب حلو بيقول لك انا ممكن اعمل اجوز نفسي من الالعاب دي. احب اقول لك يا باشا ان انت مش هتعرف تاخد المزه بتاعتك خلاص، طالما هتلعب وفلوسك اللي انت كنت محوشها علشان تتجوز بيها انت دخلت اديتها للناس هنا كده يا باشا، المزه بتاعتك هتطير وانساني، وبقى خد عنواني لو كسبت تاني في الالعاب دي تمام. اللعبه دي او معظما كل مواقع الرهانات مخصوصه باشا عشان تخسر مش عشان تكسب، صدقش اي حد يقول لك انها تكسب. والله يا جماعه انا كنت بشاهد فيديوهات مكسب واخش اعمل زيها بالظبط، سبحان الله هشوف هنا حاله وارجع على الطبيعي حاله تاني. طبعا دي ما كنتش اعرف يعني ايه حسابات فيك، يعني ايه حساب ديمو تمام. طبعا تعرفنا وعرفناكم مع بعضنا ايه الحسابات دي، وعرفت ان ده كله فبركه واحنا الضحايا، انا وانت الضحايا تمام. ما تركزش، بص يعني انا كنت داخل ب 2000 جنيه وصلت عمال العب يعني طولة بال رهيبه فوق ما تتخيل، بيقول لك ايه اصبر في اللعبه لحد السيستم يحس بيك، ده حتى السيستم كان هان عليه يقول لي يا اخي سيبني لله من كتر الصبر اللي انا كنت فيه. بس كل القصه ايه، ان انا اتعلمت ان انا اخسر مش اكسب تمام، او بمعنى الاصح كلنا بنتعلم نخسر. وبرضه سبحان الله يا راجل سبحان الله، نبقى عارفين نفسنا داخلين نخسر ونشحن. شوف ازاي يعني انت داخل عارف نفسك داخل تخسر وتشحن، وتخش تخسر وتشحن. طب ليه؟ طيب ليه يعني انت خلي بالك انت غصب عنك ما قلناش حاجه، بس لازم انت تسيطر على نفسك، محدش هينفعك يا باشا، انت مستني مين تاني؟ طيب انت لما كل مالك صرفته تمام وخسرته في الالعاب دي انت داخل تعمل ايه تاني؟ هتروح تشتغل وتجيب مال؟ طب ما انت هتلعب بيه برضه، انت هتلعب بيه، هتخش تلعب بيه وتخسره. يعني انت عايز تفهمني انت احسن من الراجل اللي بيقوم الساعه 7 الصبح يروح على اكل عيشه عشان يجيب 200 جنيه و300 جنيه، وحضرتك اللي قاعد نايم على السرير وشحن التليفون ب 2000 جنيه وبتلعب، انت كده افضل منه؟ لا يا باشا مستحيل مستحيل يا باشا، عدل ربنا راح فين؟ احنا حاسبينها غلط يا جماعه، والله والله حاسبينها غلط. كل القصه انت داخل تغنى من الهوى، انت داخل تعبي فلوس من الهوى، طبعا ده مستحيل يحصل وده مش عدل ربنا، ده مش عدل ربنا لينا يا جماعه. فاحنا لازم نراجع نفسنا يا جماعه، والله العظيم ما في حاجه اسمها مكسب للعبد. انا مدمر نفسيا وانت اكيد زيي، انا بشرح لك تجاربي عشان تتعلم مني، مش بعلمك تلعب ولا بقول لك خش اعمل استراتيجيه كذا وارفع في الدور ده وانزل في الدور ده، مفيش. انت مش بتجي لك طاقه ان انت تلعب او تكمل على هذا الوضع، كل القصه ان انت همك ان انت تكسب. واللي ما تعرفوش وتتاكد منه ان الالعاب دي هي اللي متحكمه، هي اللي هتكسبك او تخسرك. ما تصدقش والله، والله كل الناس اللي بتقول لك مكسب، مفيش حاجه اسمها مكسب، انت المتحكم فيك هنا بتاع روبوت انسان قال كده هوتي يعني فاهمني، هو اللي متحكم فيك، هو اللي بيكسبك او يخسرك فاهمني، على حسب ضغوطك النفسيه والحاله النفسيه اللي انت بتلعب قدامي فيها، بيعرف يجيبك ازاي ويديك ازاي. سبحان الله انت بتسمح لواحد حته بتاع فيروس كده يتحكم فيك؟ مر رجولتك فين وشهامتك فين يا اخويا؟ اتعلم من تجاربي، اتعلم من تجاربي، انا مش بقول لك العب، انا بنصحك لوجه الله، انا بنصحك لوجه الله. والله خسرت كتير يا جماعه، انا خسرت كتير وانت اكيد خسرت كتير، ما تقوليش كسبت في البدايه، كلها بتكسب في البدايه دي جره رجلك عشان تعيش الوهم وتعيش الخيال. لكن حضرتك لما تخش تلعب في الطبيعه وتتمادى في اللعب، خد على راسك يا صاحبي، خد على راسك، مفيش حاجه اسمها مكسب. وان شاء الله يا جماعه احنا معانا تجارب كتيره من ناس كتير وقصص، والله يا جماعه لو قلتها لكم هتخش تقول لي يا سلام وتعمل والكلام ده، وسبحان الله وتلاح تلعب تاني، يا حول ولا قوه الا بالله. طب احنا بننبه، احنا تنبيهات يا جماعه، لازم نحافظ على نفسنا، لازم نتخطى الادمان والمرض ده. لكل ربنا لما يدي مصيبه بيحديها باللطف،
انت لما تخش تخسر فلوسك، انا احمد ربنا يا راجل انت خلاص خسرت، خسرت مش كسبت، انت خسرت. لانك انت لو كسبت هتوصل لدرجة اكبر من كده، فاهمني؟ كان ممكن يجيلك مرض نفسي او تصح تروح مصحة نفسية، وانت راجل صاحب اولاد او شاب لسه طالع للدنيا وعايز تكون نفسك والكلام ده كله، ده هيبقى تدمير نفسي ليك، كل ده هيبقى تدمير نفسي ليك. لو فعلا لسه مكمل معايا لحد دلوقت في المقطع وما زهقتش من كلامي ومن الرغي ده، اكتب لي بس كومنت صغير كده يشجعني ان انا اكمل في المسيرة دي، نكمل وانا اعرض خسائر للناس عشان الناس تاخد بالها وتتأكد ان انت داخل تخسر مش داخل تكسب. تمام يا رجالة، ما تنسوش تعملنا لايك يا جماعة، وانا هسيبك تكمل الفيديو لحد هو بقى فيه حوالي 2 دقيقة او حاجة، هسيبك تكمل وتشوف القصة. يعني خسارة كل خسارة، مفيش حاجة مكسب، متصدقش اي حد يا صاحبي، متبيعش نفسك، حاول تحافظ على نفسك. تمام يا شباب، كده انا كلامي لحد دلوقتي خلص بس الفيديو لسه مخلص. تمام، هسيبكم تكملوا الفيديو مع بعضكم، ومتنسوش تعملوا لايك، واستنونا فيديو جديد ان شاء الله. سلام يا احلى رجالة في الدنيا.